أنا كنعتقد أنها نتيجة طبيعية، لأن الأعضاء ديال المؤتمر فهموا الدروس ديال النكسة الانتخابية التي تعرض لها الحزب، وفهموا أن الجواب هو أن يتم رفض مقترح الأمانة العامة، والنسبة التي حصل بها الرفض كبيرة كبيرة جدا، يعني تصل إلى 70%. معنى هذا أن الحزب يقدر بأن هذه القيادة القيادة المستقيلة يعني لا تستطيع أن تقدم شيئا للحزب، وهنا أن هناك أملا في قيادة أخرى يمكن أن تنهض بهذا الحزب وأن توفر الشروط لإصلاح الآلة الحزبية وترتيب جواب سياسي جماعي للمرحلة القادمة. أنا أعتقد بأنه الحل بالنسبة للحزب العدالة والتنمية ليس هو أن نفرز قيادة جديدة، إفراز قيادة جديدة هذا غير خطوة أولى، أما الحل هو هل يمكن لهذه القيادة أن تفتح ورش السؤال ماذا وقع لحزب العدالة والتنمية حتى نزل إلى هذه الهاوية، وما هو العرض السياسي الجديد الذي يمكن أن نقدمه للمجتمع، خاصة وأن المزاج المجتمعي قد تغير كثيرا، تغيرت رؤيته لحزب العدالة والتنمية. إصلاح المطلوب ليس هو إصلاح العدالة والتنمية، ولكن المطلوب أيضا هو إصلاح صورة العدالة والتنمية في مزاج المجتمع، وهذه مهمة كبيرة، إصلاح العلاقات، إصلاح لا أستطيع أن أقول أن بن كيران يستطيع أن يحل هذه المشكلة، وجوده مؤشر إيجابي، لكن هذه المهمة شاقة وصعبة، لأنها مهمة تنظيمية ترتبط بإصلاح الآلة الحزبية، ومهمة سياسية لأنها ترتبط بإعداد الجواب السياسي وترتيب النوع يعني التصور والموقف الذي سيحدد طبيعة العلاقة ما بين الحزب والمجتمع والحزب والمؤسسات، الحزب والنخب السياسية، الكل ينتظر هذا العرض السياسي الجديد. أما أن يعود بن كيران بنفس التصور الذي كان عليه الحزب في السابق، أنا أعتقد أن هذا الأمر لم يعد ممكنا. بن كيران إذا عاد فينبغي أن تكون لعودته يعني صورة أخرى وتصور آخر وجواب آخر. هناك تحول، هناك مزاج غاضب من الحزب العدالة والتنمية، تغيير هذا المزاج، تغيير الحزب من الداخل، هذه مهمات كبيرة، ويصعب علي أن أقول بأن 4 سنوات كافية لتحقيق مثل هذه الرهانات. لكن بن كيران يتمتع بكاريزما قوية، ويتمتع برؤية سياسية وبوضوح سياسي، هذه العناصر الثلاثة يعني توفر له بعض الشروط لخوض هذا التمرين. طبعا هذه النسبة ديال الأصوات كبيرة جدا، وهي مشجعة، لأن الأمر يتعلق ب 70%، بمعنى 70% داخل الحزب، يعني هذه مشروعية، هذه المشروعية ديال 70% ليست سهلة، بمعنى ديجا كاين واحد الرأس مال قوي داخل الحزب من أجل دعم هذه القيادة الجديدة.